حبايبي ثانوية عامة، ودلوقتي معاكو مستر هاني منسي. مرحبا بيكو وبالتوفيق وربنا معاكو. ثيرد كونديشنال اف، حالة اف التالتة، اللي هي برضو زي ما اتفقنا هي زي ما قلنا في الحالة التانية والأولى. اف هي unless، بس unless هي جواها نفي، يعني إذا لم. في الحالة التالتة impossible، يعني حالة مستحيلة إن هي تحصل، وساعات بتدل على الندم، regret، إن حاجة حصلت معينة ما كانش المفروض تحصل. بيجي بعد ال close بتاعها اللي هو بيعبر عن ال cause، السبب، past perfect، ماضي تام، head أو apostrophe d plus pp، والنص التاني ال result، would أو apostrophe d أو could أو might have، وبعديها past participle زي ما خدنا قبل كده في السنين اللي فاتت. مثلا if he أو if they had played well they would have won the match، لو كانوا لعبوا كويس كان زمانهم فازوا بالمباراة. معنى كده أو الواقع بتاع ده إن they didn't play well so لهذا they didn't win the match، أو they didn't win the match because they didn't play well، لأن هم ملعبوش كويس. لو انا حابب استخدم unless بدل if، طب الله كان زمان بناخد if ونشيل not، if و not ونحط unless. طب الجملة الاولى مثبتة، طب نعمل ايه؟ يا جميل، تنفي الجملة التانية. بالظبط كده، بدل if بستخدم unless. طب الجملة مثبتة، ما هي الجملة بتاعت unless لازم تبقى مثبتة. طب الحل ايه؟ ان احنا ننفي الجملة التانية. يبقى unless they had played زي ما هي مثبتة، well إذا لم أو لو ما كانوش لعبوا كويس they wouldn't have won the match، ما كانوش فازوا بالمباراة. دلوقتي في الحالات الثلاثة في استخدامات تانية بدائل if، in case، في حالة، so long as أو as long as، provided that و providing. كل دول في الحالات كلهم بيساوي if بالظبط، بيجي بعد منهم subject to verb يعني جملة كاملة، ممكن يجي قبل منهم برضو subject to verb جملة كاملة. يعني مثلا you can borrow my car، تقدر تاخد عربيتي، if أو in case أو so long as أو as long as، provided that، providing اللي هي بشرط أن، بشرط أن أو شريطة أن، you drive it carefully، انك انت تسوقها بحرص. تقدر تاخدها في حالة او بشرط او طالما as long as انك انت تسوقها بحرص. يبقى كل الحالات اقدر استخدم بدل if in case، so long as long as، provided that، providing، اللي بيجي بعد منها subject to verb في كل الحالات على حسب الجزء ال clause اللي هو cause السبب وال result النتيجة. في حالات تانية بستخدم بدلها if اللي هي by، without، in case of، بس في الحالة دي مش يجي بعد منها subject to verb زي ده، لأ يجي بعد منها verb ing أو noun. يعني مثلا by أو with أو in case of buying a car it will cost him much money، هيكلفه فلوس كتير. في حالة شرائه عربية هيكلفه فلوس كتير. سوري. بكده سنة تالتة نبقى خلصنا third conditional واستخدامات if أو الحاجات اللي بدائل ب if، والحاجات اللي بيجي بعد منها جملة كاملة، والحاجات اللي بيجي بعد منها verb plus ing. good luck، بالتوفيق. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات. ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وتوصلكم كل جديد.